سجل الشاعر عبد الله العصيمي اسمه كأول منافس على جائزة مستور تصيل لأجمل لحن، الجائزة التي أعلنت قناة الساحة عن إنتاقها رغبة في التجديد والابتكار والتميز وإثراء الجمل اللحنية بطواريق المحاورة سعيا لانتشارها. يا سلام وسلام على الوزن الثقيل بالذهب والمسواس وبيع مشترى من يدور كلمة الحق نعطيها دليلا العصيمي قد فاجأ صفوف ولجنة التحكيم والجمهور بابتكار لحن جديد وغير مكرر قدمه بعذوبة وسلاسة ليسجل براءة اختراعه تحت اسم لحن عبد الله العصيمي. عبد الله العصيمي طرق وتر لحن جديد في الجوهرة. اللحن الأول خلاص توثق اسم العصيمي ما متأكد بكرة الشعراء يعملون الحفلات وبعضهم الشعراء كبار يحفرون لنا بعضهم يقول هذا قديم من اللحن أنا مغني قبل لا أنا مغني هم وصل اللحن العصيمي.